تحية لكم مشاهدينا، وهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المشهد، تأتيكم من قناة النيل للأخبار. مشهد اليوم ينفتح على المملكة العربية السعودية التي ستشهد غدا افتتاح قمة العشرين للدول العشرين ذات الأكثر انخراطا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، كما نعلم جميعا نتيجة لجائحة كورونا وما تتطلبه من تباعد أثر بشكل كبير ليس فقط على هذه القمة ولكن على الاقتصاد العالمي بأكمله. من خلال هذه القمة ستناقش عدة ملفات، أولها بالطبع فيروس كورونا وانتشار هذا الوباء وتأثيره على الاقتصاد العالمي. أيضا هناك قضايا أخرى مثل المناخ وتأثيره أيضا على الاقتصاد العالمي، وهناك قضايا فرعية أخرى تتمثل في تمكين الأفراد وتمكين الفئات الأكثر ضعفا في المجتمعات العالمية مثل النساء بالطبع. تأتي هذه القمة وسط ظروف عالمية عاصفة تنبئ بشيء ما لم يتضح بعد، ولكنه فيما يبدو سيتضح بعد انتهاء فعاليات الانتخابات الأمريكية، التي ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض الاعتراف بأنه انهزم فيها لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، الذي فيما يبدو لديه أجندة عالمية مختلفة تماما عن أجندة دونالد ترامب، الذي خرج من عدة اتفاقيات عالمية في مقدمتها اتفاقية المناخ. حول هذه القمة وحول ما يمكن أن يسفر عنها من نتائج وقرارات ستتمحور هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي يشرفنا فيها للتحليل والمتابعة الدكتور سعيد عبد الخالق، الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة سابقا. مرحبا بك. أهلا وسهلا. اسمح لنا واسمحوا لنا مشاهدينا بمتابعة هذا التقرير حول هذا الموضوع، نعود بعده لبدء الحوار والمناقشة مع ضيفنا، فكونوا معنا. مشاهدينا نستسمحكم في الانتقال الآن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة هذه الكلمة للمستشار القانوني للرئيس المنتخب الجديد جو بايدن لرد بها على ادعاءات الرئيس الحالي دونالد ترامب. إلى هنا. للمصادقة على تاج الولاية، فماذا يفعل ترامب وهو يرى الباب على وشك أن يوصد في وجهه وهذه الدعاوى الخاصة بالتزوير؟ سمعنا عن استراتيجيتين قد يسعى وراءها، الأولى هي محاولة إشراك المشرع الولاية وأن يرفع الحق من الناخبين وينتج نسخته
من ناخبي ترامب وبنس لرفعها إلى مجلس الشيوخ كما سمعنا من حملة ترامب لتأخير المصادقة على الأصوات في ميشيغان وولايات أخرى. ودعوني أبدأ هنا بالتحدث عن مداخلة المشرعين في الولاية والاستراتيجية حولها. لا يوجد مشرع في أي ولاية في تاريخ بلادنا قام أبدا بما يطالب به دونالد ترامب لولاية ميشيغان، وهي أن تتجاهل نتائج الانتخابات وترفع القرار أو تحاول ذلك من الناخبين وتبعثها إلى واشنطن. السبب عدم حصول ذلك أبدا من قبل لأنه غير ممكن. الدستور لا يسمح بمشرع ولاية أن يفعل ما يطالب به ترامب. مشرع الولاية أيضا وصف الأسلوب الذي قام به اختيار الناخبين ل2020 وهو عبر إذا مشاهدينا كنا نستمع End of story under federal law, and then you cannot turn around and on another. نكتفي مشاهدينا بهذه هذا الجزء من الكلمة التي كان يلقيها المستشار القانوني لحملة الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن للرد على ادعاءات الرئيس الحالي دونالد ترامب حول تزوير الانتخابات. وكما رأينا بالأمس بدأت تظهر نتائج عدة ولايات مثل جورجيا، وأيضا في هناك التماس لإعادة الفرز في ويسكونسن، وسنرى خلال الأيام القادمة ما ستسفر عنه هذه الإدعاءات. ولكن غالبا في النهاية يقول الخبراء إن جو بايدن هو الرئيس القادم الذي سيقود البلاد خلال السنوات الأربع القادمة حسب النتائج على الأقل الحالية في الانتخابات الأمريكية. نعود للترحيب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور سعيد عبد الخالق، الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة السابق. مرحبا بك، وكيف ترى هذه الدورة من قمة العشرين وسط هذه الأجواء؟ هل هناك من مواضيع ترشحها لأن تكون على القمة قبل جائحة كورونا، أم أن هذه كما يقولون ستكون النقطة الأساسية في هذا المؤتمر؟ دعنا بداية أن نجيب عنوان هذا المؤتمر، اغتنام الفرص في القرن الحادي والعشرين للجميع. ننطلق من هذه النقطة. نعم. وبالتالي فما أقول اغتنام الفرص عن طريق عدة محاور حددها المؤتمر. المحور الأولاني تمكين البشر، المحور الثاني الحفاظ على كوكب الأرض، المحور الثالث بينطلق من آفاق نحو آفاق جديدة. كل محور من هذه المحاور بيضم مجموعة من الموضوعات. المحور الأول تمكين البشر عن طريق تهيئة الظروف لتمكين الناس الأفراد وخاصة الفئات زي فئة المرأة أو الشباب، تمكينهم من العيش والعمل وتحقيق الازدهار في حياتهم. هذا ما هو حادث في هذه الدول، لا نتحدث عن النساء ولكن تمكين الأفراد. هذه هي دول تمارس الرأسمالية، أيوة، والفرد هو العنصر الرئيسي في تكوين المشروعات. بالضبط كده. في أي دولة من الدول الأساس هو البشر. فكأن إن أنا ما بعمل تنمية بعملها لخدمة الإنسان أو البشر. ومعيار نجاح أي نمو هو ماذا يستفيد منه المواطن، البشر، الإنسان. فكأن ده من خلال هيبقى ايه؟ هيبقى من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال توليد فرص للاستثمار عشان اخلق فرص، بالتالي فرص للعمل، من خلال الانفتاح التجاري، من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية. ده كله ده تحت العنوان الاول او المحور الاول اللي هو تمكين البشر. طيب عفوا، قبل أن نتطرق إلى النقاط الأخرى، بوجهة نظرك هل هذه مجرد
رؤية مستقبلية لهذا التجمع أم أنه يسفر عن هذا العنوان نوع من القرارات ثم الآليات تتبع داخل هذه الدول؟ هل هي مجرد اقتراحات؟ طبعا ما في شك هو مش هيلزم دول العالم بشيء. لا أنا أتحدث عن هذا التجمع، هذا النادي وبيعرض سياسات وبيعرض سياسات وبيعرض إجراءات معينة كويس لتطبيق هذا أو الوصول لهذه المرحلة داخل هذه الدول أم داخل أنه يعرضها على العالم؟ هو معني بالدول بتاعته معني بالعشرين دولة بس. طيب هذا لا يمنع أنها تطبق في دول أخرى. فلنسرد العشرين دولة، وفيما يبدو أن هناك تباينات بين العشرين دولة. في عندي الدول السبعة الكبرى الأول اللي هم خدوا القرار بإنشاء مجموعة العشرين، الدول السبعة الكبيرة. الدول السبعة الكبيرة: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وبعدين اليابان. دول السبعة الكبار، دول ممكن تقول عليهم إذا جاز التعبير مجلس إدارة الاقتصاد العالمي. عندهم اقتصاد متطور، تكنولوجيا فائقة، إمكانيات طبعا ضخمة جدا. فده أول، ومصدرين لرأس المال. وتقريبا ما يقال هو مطبق في هذه الدول، تمكين الأفراد، نظام تعليمي كبير، نظام وبينعكس على متوسط دخل الفرد. أيوة. مستوى المعيشة اللي بيعيشه الفرد. فكأن دول أدي المجموعة السبعة الأولانيين بيضموا إليهم أحيانا روسيا، يبقى سبعة زائد واحد يبقى تمن، وبيسموها كده سبعة زائد واحد. بعد كده هو في عندي في أمريكا اللاتينية، في المكسيك والبرازيل والأرجنتين. نطلع على إفريقيا، في دولة واحدة جنوب إفريقيا، جمهورية جنوب إفريقيا. نطلع على آسيا، في عندك الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية. بعد كده في قارة أستراليا مع المجموعة. بعد كده في تركيا والمملكة العربية السعودية. ادي العشرين، ادي التسعتاشر مش عشرين. دول كده التسعتاشر. الاتحاد الاوروبي هو العشرين الاتحاد الاوروبي. ده كده هذه المجموعة من الدول بتسهم في الناتج العالمي الاجمالي بنحو 85%، نصبها في الناتج العالمي الاجمالي 85% من الاقتصاد العالمي. من الاقتصاد العالمي. لماذا ضمت؟ يعني شوف حجم التأثير بتاعهم. انه بينتج 85% من الانتاج، انه بيسهم في التجارة الدولية بحوالي 75% من التجارة الدولية، تلات ارباع التجارة الدولية هم دول مسؤولين عنه تصديرا واستيرادا. طيب ما معنى ضم مثلا دول هي ضعيفة اقتصاديا او تبدو لنا على الاقل المكسيك؟ لا على حد معلوماتي انت صح يعني المكسيك جنوب افريقيا نعرف انها دولة متقدمة، ولها الدولة الوحيدة يمكن بتنتمي للعالم الاول في افريقيا. هي دولة متقدمة ودولة راقية. طيب المكسيك مثلا، هنمسك بقى دولة اندونيسيا. دولة هنقول خدوا دي ليه وخدوا دي ليه. لا أنا انما هو حجم الانتاج، حجم الانتاج يعني هذه دول منتجة بالفعل ومصنع على عكس ما تبدو لنا. ما بياخدوش بالمجاملة. هم في معايير معينة محطوطة، في أرقام كويس وأرقام قدامهم وإحصائيات قدامهم وبناء عليها. طيب كان سؤالي فقط على المكسيك وإندونيسيا. كما تبدو لنا من بعيد هاتان الدولتان. إندونيسيا بتعتبر من دول النمور. النمور الشرق آسيوية. التي تقريبا نهضة كبيرة وحجم انتاجها وتصديرها عالي. انا لا اذكر الرقم دلوقتي تحديدا، انما حجم انتاجها وتصديرها واسهامها. سالتك تحديدا على هاتين الدولتين لان المكسيك تحديدا يعني نرى هجره، يعني حتى الرئيس ترامب اقترح وهو الان في طريقه لبناء سور بين الدولتين لان هناك هجره كبيره بين الدولتين. مش معنى كده ان هي اما بيهاجروا معناها ضعيفة ان هو لا. الأرجنتين طبعا ثروة زراعية. البرازيل أيضا، البرازيل نهضة في فترة قصيرة جدا، نهضة قوية جدا. كوريا الجنوبية، الصين في 30 سنة. الصين ما بقت الصين الحالية دي النهضة بتاعتها حققتها في 30 سنة وبقت نمرة 2 في العالم.
خلال 30 وفي سنة وفي طريقها لقيادة العام 79 ل 2009. الفترة دي جه رئيس اسمه دينج زياو بينج مسك رئاسة الصين، كان بتحقق خلال 30 سنة 9% أعلى معدل نمو في العالم، 9% في الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة 30 سنة. فعمل تراكمي وصلها إلى أنها تبقى نمرة 2. اجتازت دلوقتي حجم إنتاجها حوالي 15 تريليون دولار. الولايات المتحدة 21 تريليون، نمرة 2 مباشرة الصين 15 تريليون. طيب أستأذنك، وقد انضم إلينا الآن عبر الهاتف من جدة الدكتور محمد الحربي، أستاذ أو المتخصص في العلوم السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك، وبوجهة نظرك يعني ما مغزى استضافة أو اختيار السعودية لاستضافة هذه القمة كأول دولة عربية تستضيفها؟ تفضل. مساء الخير لك وللنيل الأستاذية الكرام. حقيقة هذه قمة تأتي في وقت يئن العالم فيه اقتصاديا وصحيا، هي أهم قمة افتراضية بعد 2008 وقمة لندن اللي أتت بعدها الانكماش أزمة الرهن العقاري. حقيقة المملكة العربية السعودية تشكل مركز ثقل استراتيجي على خارطة العالم. الناتج المحلي 800 مليار دولار، ولدينا ذراع اقتصادي آخر هو صندوق السيادي، الآن سيصل إلى المرتبة الخامسة والسادسة بحجم استثمارات قد تصل إلى 500 مليار دولار. فالقمة هذه أتت في وقت جدا جدا مهم، هي جائحة كوفيد 19. كان أول اجتماع في هذه القمة في 14 مارس أو عفوا في بداية مارس لخادم الحرمين الشريفين على مستوى الرؤساء، وتلاهوا دعم الاقتصادات العالمية ب 12 تريليون دولار من مجموعة العشرين. التزمت المملكة العربية السعودية ب 500 مليون دولار. فهذه القمة تأتي في وقت عصيب، الدول النامية الفقيرة، إعفاءات من ديون، ومكافحة الجائحة، أمصال، لقاحات، الوقت مهم جدا جدا وحساس، ولابد أن يكون العمل المشترك الدولي مهم في هذه المرحلة. طيب بوجهة نظرك، هناك عنوان لهذه القمة اغتنام الفرص في القرن 21 للجميع. بوجهة نظرك والسعودية تخرج الآن من عباءة أنها دولة منتجة لخام النفط ومصدرة لها وهو مصدر ثروتها حتى الآن، وجهة نظرك ما هي اهتمامات السعودية خلال الفترة القادمة؟ هل تهتم بأن تكون إحدى الدول الصناعية الكبرى باجتذاب المستثمرين الصناعيين إليها؟ والآن عندنا أستاذ العزيز اللي هو برنامج التحول الاقتصادي، اللي هو التحول من النفط إلى القطاع الصناعي المنتج حتى يصل 20-30 إلى 50%. قطعنا في المملكة العربية السعودية مراحل عدة في هذا المجال. فالآن احنا متجهين الى الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد الرقمي، G5 والG6 مقدما الذكاء الاصطناعي واقحامها في الانتاج في كل فهم. هذه من ضرورات مواكبة التطور والتقدم في القرن 21 مثل ما تفضلت حضرتك. والآن يعني الآن التركيز يعني على عدة مستويات ومراحل، فالكل يعني يجدوا اغتنام فرص القرن 21 للجميع من خلال تمكين الأفراد، حماية كوكب الأرض، تسخير الابتكارات لتشكيل أفاق جديدة، وهذا هو عنوان القمة. نعم، الدكتور محمد الحربي المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا عبر الهاتف من غد من جدة، شكرا جزيلا لك. نعود مرة أخرى إلى الموضوعات الرئيسية للقمة. بوجهة نظرك وكخبير اقتصادي، هناك عناوين كبيرة وبراقة، ما هي أهم المعوقات لانطلاق مثل
هذه العناوين إلى حيز التنفيذ في المرحلة الحالية من المراحل التي يمر بها العالم؟ ما دعنا أولا نشوف العناوين. أنت كنت قد بدأت بالعنوان بدأت بتمكين البشر. أيوة. وداخله عدة موضوعات. وداخله عدة عناصر كثيرة. التعليم والصحة بالضبط كده. وخلق فرص عمل إلى آخره. والعنوان الثاني الحفاظ على كوكب الأرض. من الانبعاثات الضارة، من التلوث البيئي، من تدهور التربة والتصحر. ناهيك عن موضوعات طب أخرى. هناك دول هي مؤثرة في هذا يعني الصين بالنسبة للصناعة مثلا أو الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة. أو بعض الدول الأوروبية الصناعة ما بتلوث الدخان اللي طالع ده هون أو صناعة بعض الصناعات الأخرى ورفضت الدولتان الانضمام وكأن إن إحنا لابد إن إحنا ننظر في هذا فدي والبحث عن الوسائل للتقليل منها بكلما أمكن أدي ناحية. الجانب الثاني بقى ناهيك عن موضوعات تانية متعلقة بقى بالأمن المائي، الأمن الغذائي، مصادر الطاقة، ده كله تحت هذا البند. البند الأخير بقى طبعا نحو آفاق جديدة أكثر تطورا، ويقصدوا بالآفاق الجديدة تطور أكثر في تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي اللي أشار إليه الدكتور الحربي، فيما يتعلق بالرقمنة، الاقتصاد الرقمي، اقتصاد المعرفة، المدن الذكية إلى آخره. ندخل مجال جديد ندفع فيه يبقى ده لتحقيق مستوى أعلى. طيب هل تتحدث هذه أما تيجي بقى سيادتك بتقول إن ده ممكن يتطبق ولا لأ، عشان برضو نعرف يتطبق ولا لأ أو كيف يدرس. هم مش هيقعدوا مجرد ياخد قرارات، لا ده هو بيبحث وبيدرس. ولو جيت سيادتك بصينا على المسارات اللي هيمشي فيها المؤتمر هتلاقي في الاخر خالص ده القمة، المؤتمر بتاع القمة الرؤساء والقادة ده في الاخر، انما في الاول فيها بيوصل لهم دراسات معينة من مسارات متعددة. المسار الأولاني المسار المالي، وده هيبقى أعضاؤه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، وطبعا بيشترك معاهم صندوق النقد الدولي، البنك الدولي إنشاء والتعمير إلى آخره، كل مؤسسات المالية عشان يبحثوا على عملية المشاكل المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية والتمويلات اللي المفروض هتنتقل وحركة رؤوس الأموال إلى آخره. فده مسار، ودول بيطلعوا بتوصيات تطلع للرؤساء. المسار الثاني مسار الخبراء، الخبراء في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بيدرس بقى عمليات التلوث البيئي، ناس متخصصين فيها بيتكلموا عنها وإزاي نتجاوزها أو نعالجها، ناس متخصصين في المشاكل الاجتماعية المختلفة، الفقر مثلا، البطالة، مشاكل المتعلقة بكثير من المجالات الاجتماعية اللي موجودة في هذه الدول. الطاقة وبدائل الطاقة، احنا برضو دي برضو احد المشاكل اللي بتتعلق بعملية النمو وهكذا. فكأن في مشاكل اجتماعية متعددة واقتصادية متعددة ده بيبحثها الخبراء في هذا الجانب. الاضافة بقى اللي بيعملها مجموعة العشرين G20 اللي هي مجموعات التواصل، بيشرك لأول مرة برسخ مجموعة العشرين، بترسخ تقليد جديد وهو التعاون مع منظمات المجتمع المدني. منظمات المجتمع المدني بيعملوا منها مجموعات تواصل، يعني مجموعات من منظمات المجتمع المدني بتبحث القضايا المتعلقة بالمجتمع المدني، يعني لجنة تواصل متعلقة بالمرأة ومشاكل المرأة أو بالشباب أو بالقطاع الخاص أو بالبحث العلمي أو بالعمل وهكذا، قضايا متعلقة دول برضو بيقعدوا
دول بيعملوا اجتماعات تجاوزت النهاردة حوالي أكتر من 100 اجتماع. تحت عنوان المؤتمر أم تحت أنه؟ عنوان المؤتمر. بس دول زي ما تقول ممكن نقول عليهم كيانات مستقلة. بيوصلوا لتوصيات. طبعا كلهم أعضاء، الأعضاء في مجموعات التواصل ممثلين لدول المجموعة. بيوصلوا لتوصيات بترفع للرؤساء للنظر فيها. وماذا يمكن عمله بشأنها؟ إيه اللي ممكن عمله؟ وإيه اللي ممكن إرجاءه أو تعديله أو الإضافة إليه أو كذا؟ تقترح على المؤتمر على الرؤساء. على الرؤساء بيجي لهم الخلاصة. الناس دي فكرت ودرست. هل هي مجموعات ووصلت نهاية؟ مجموعات مختارة من طبعا. يعني مثلا نقابات، مثلا نقابات معينة. مجتمع مدني، منظمة مجتمع مدني، ممكن نقابة مثلا، نقابة ما مثلا. مثلا احنا بنعمل حاجة تتعلق بالمرأة. يبقى الجمعيات المعنية بمشاكل المرأة او بحرية المرأة او بتمكين المرأة اقتصاديا او قانونيا او خلافه بتشارك. وبناء عليه بيوصلوا في النهاية لتوصيات يرفعوا، وهكذا بالنسبة لبقية التخصصات. حتى مثلا يطلع الغرف التجارية، مثلا لو مشكلة معينة تتعلق بالتجارة يبقى كأن الغرف التجارية بتشارك سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من شركائها في هذا الموضوع. طيب إذا قلنا إن يعني هذا التجمع هو تجمع يعني اقتصادي بالدرجة الأولى، وله بعض القضايا التي تهم العالم، ما هي الفكرة التي تأسست أو تأسس عليها إقامة هذا التجمع؟ يعني الفكرة بدأت أو البذرة بتاعت هذه الفكرة بدأت سنة 1999 أو قبلها بقليل. الأزمات المالية المتلاحقة وآخرها وقتها كان أزمة سنة 1997 لجنوب شرق آسيا. انهيار النمور الأسيوي. بالضبط كده. فطبعا ما فيش شك إحنا عشان العالم كله متداخل مع بعضه والعلاقات متشابكة، فأي مشكلة في دولة زي نظام يقول لك زي نظام الضمنة. الضمنة متركبة على بعضها. فأي انهيار في جزء بيتبعوا تأثرات في الأجزاء الأخرى. وبناء عليه فبدأوا يفكروا جد بمجموعة السبعة، بدأوا يفكروا يقولوا والله نوسع الدايرة شوية، وبدل ما احنا سبعة لا احنا نزود الرقم شوية من الدول المؤهلة انها تشارك معانا ويكون لها اقتصادها اقتصاد قوي ومتنوع ومعدلات نموها عالية. فبدأ الاجتماعات من 1900، أول اجتماع كان 1999. هذا الاجتماع كان مقصور على وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على اعتبار ان المشكلة في أساسها مشكلة مالية، فدول المعنيين بشؤون المال. تطور الأمور، بدأوا يجتمعوا بصفة مستديمة إلى أن بدأت تتطور الأمور من سنة 2014 إن يبقى القادة والزعماء هم اللي بتبقى مؤتمر على شكل القمة، وإن يبقى وزراء المالية ومحافظات إحدى اللجان أو لجنة رئيسية من اللجان اللي هتبقى شغالة التي تقدم توصيات لهؤلاء الرؤساء. ليه؟ لأن ظهرت مشاكل تانية. المسألة مش بس مالية، لا ده في جوانب تانية. مثلا جوانب تانية متعلقة بالصحة، متعلقة بالتعليم، متعلقة بالسياسات معينة، متعلقة بالحفاظ على كوكب الأرض مثلا. مشاكل كثيرة متعلقة بجوانب طيب متعددة. طيب وجهة نظرك، وهذا المؤتمر يقام في الوقت الحالي، ألا ترى أن يعني عنوان اغتنام الفرص في القرن 21 للجميع، ألا ترى أنه عنوان حالم إلى حد ما؟ يعني تصور البعض أن
تبدأ هذه الدول أو تعنون هذه الدول الدورة الحالية بكيفية إنقاذ الاقتصاد العالمي الذي يتجه إلى هو بالفعل باعتراف الجميع أوروبا تعاني ركودا كبيرا غير مسبوق. الولايات المتحدة الأمريكية دولة اقتصادية كبرى ولكنها مدينة إلى حد مديونيتها ده له قصة الواحد ولكن مش معناها أن هي دي نقطة يعني دي لها يعني إيه مديونية الولايات المتحدة ده قضية مديونية أي دولة نامية ده موضوع تاني لا أنا أتحدث عن يعني خلي دولة في قمة العشرين أن العملة بتاعتها الدولار عملة دولية بالطبع وهذا هذه هو الصفة مش موجودة في أي دولة بالطبع الدولة الوحيدة ودون غطاء يعني ودون غطاء فتستطيع طيب. فإحنا ما نقولش طيب يعني هذه يعني القمة كان من المفروض أو من المتخيل أن يكون عنوانها هو إنقاذ الاقتصاد العالمي كما قلت لك لا. أوروبا تعاني أنا لا أتفق معك تفضل. دعنا نحلم إحنا مش هنتقدم إلا إذا كنا بنحلم وسط العواصف وسط الأعاصير وسط لا كل نستسلم. هذه الأجواء لا 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 لا, لا. وما نبقاش مستسلمين أو مقيدين نفسنا إحنا جايين نحل مشكلة لا إحنا جايين نحلم بحيث نتحدى هذه المشكلة ونكسرها وننطلق إلى أعلى بوجهة نظري يعني فكأن ما فيش تقدم في الدنيا بدايته حلم لازم بدايته يبقى حلم بالطبع بالطبع سواء بقى على المستوى الفردي أو طيب. على المستوى طيب. المجتمع أو على مستوى العالم يعني دعنا نتفق أن العنوان يعني بالنسبة إليك هو جيد العلم جميل لازم الحلم تفاؤل يعني انت بتتحدى وانت متفائل ان انت هتقضي عليه وبتدور على الوسائل عشان تقضي على مشكلاتك طيب اليس من ضمن يعني دعنا نتفق ان العنوان الحالم هو الذي يجب ان يسود طيب الفرعيات الا ترى انها دعنا لا نتشاء طيب يعني لماذا لم تدخل انت تتحدث عن دول تتحكم في 85% من الاقتصاد العالمي لماذا لم معناها ان قدرتها على التاثير في الاقتصاد العالمي عاليه فكان السياسات التي تتبعها السياسات اللي بتضعها وتنفذها مؤثرة على الاقتصاد العالمي جيد جدا جاي عند هذه النقطة تحديدا لماذا لم نجد عنوانا فرعيا يعني يهدف إلى إنقاذ أو يعني تنشيط الاقتصاد العالمي الآن الصين لا هتشوف بقى في الإجراءات اللي اتخذوها أنا هنقل إذا تفضلت بعد إذن سيادتك إذا انتقلنا مثلا إلى جائحة كورونا وده موضوع رئيسي ومهم وقبل هذا المؤتمر كان في مؤتمر في شهر مارس الماضي استثنائي لبحث جائحة كورونا جائحة كورونا كانت أقول إيه يعني جت في ظروف يعني خلتنا تبقى الحياة غير يقينية لأنها مفاجأة وتأثيرها كبير وممتد قوة قاهرة مثل مثل الزلازل غير متوقعة على الإطلاق في جائحة كورونا هم خدوا إجراءات في مارس كثيرة جدا متعددة لمواجهة هذه الجائحة على سبيل المثال الدول المدينة إرجاء أو تجميد الديون اللي عليها تجميد لدفع تجميد مؤقت أقساط. أقساط تجميد الديون. مؤقت لدفع خدمة الديون وده استفادت منه حوالي 76 دولة من الدول الأقل نموا 76 دولة استفادت من بينها مصر وكان يعني لا أذكر يعني ال 76 دولة استفادت وكان المجموع الديون اللي كانت مستحقة حوالي 14 مليار دولار في ذلك الوقت وأجل هذا تأجيل مؤقت أعتقد مصر معهم أعتقد هذا الجزء الثاني مثلا على سبيل المثال ضخ أنت بقى
الحظر الشامل أو الجزئي بعد كده والقيود اللي فرضت ففرضت على النشاط الاقتصادي على الاقتصاد. فالنشاط الاقتصادي تراجع فكان لابد من ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد العالمي. ضخت ما بين 5 إلى 7 تريليون دولار. أدي كمان حاجة. الحاجة الثالثة خلقت سيولة على المدى القصير لبعض الدول التي تعجز، مثلا صندوق النقد الدولي بدأ يتدخل ويدي قروض للدول برضو اللي تأثرت بشكل كبير من الكورونا. إذن ده حط في اعتباره ان هو بياخد اجراءات. يعني سبق هذا المؤتمر سبق بالفعل هذا المؤتمر في شهر 3 مؤتمر استثنائي لمجموعة العشرين. طيب بوجهة نظرك وقد تداركنا الوقت لم يبقى غير 30 ثانية، بوجهة نظرك أهم القرارات التي يمكن أن تتخذ من خلال هذا المؤتمر، ما الذي يريده العالم من هذه الدول العشرين الكبرى؟ نقل التكنولوجيا، زيادة الاستثمارات في الدول الأقل نموا. المهم مش ليس مسألة أن أنا أخذ معونة، لا، أنت زود قدرتي على الإنتاج عن طريق تعالى استثمر عندي ونقل التكنولوجيا. القضية الأكثر إلحاحاً في المرحلة القادمة هتكون قضية التكنولوجيا وفجوة التكنولوجيا بين المتقدمين والأقل تقدم، مش عايز أقول المتخلفين، المتقدمين والأقل تقدماً. نتمنى ذلك، وفيما يبدو أن الموضوع أكبر بكثير من أن تناقش قراراته وتناقش فعالياته على مدى حلقة واحدة. نتمنى أن بالطبع قناة الأخبار ستنقل خلال الفترة القادمة من خلال خدماتها الإخبارية والبرامجية المتلاحقة فعاليات هذا المؤتمر الهام الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية المملكة العربية السعودية. لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة غير شكر الدكتور عبد الخالق سعيد عبد الخالق الوكيل الأول لوزارة التجارة والصناعة سابقا، شكرا جزيلا لك. أشكرك. وشكر موصول لكم مشاهدينا، تابعتم معنا هذه الحلقة من برنامج المشهد، غدا مشهد جديد ينفتح على مكان جديد وموضوعات جديدة. كل دائما مع قناة أنيل الأخبار، إلى اللقاء.